حول هذا الموضوع ينضم إلينا عرفات حمران، رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات. أستاذ عرفات مرحبا بك. يعني هذه المعاناة التي يعانيها الموظف سواء في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية أو في المناطق المحررة، يعني إلى متى برأيك وما هي الحلول؟ طبعا الأصل أن مرتبات الموظفين هي مسؤولية الحكومة الشرعية، ليس مرتبات النازحين فقط، بل أن مرتبات الموظفين الموجودين في مناطق الحوثيين هي مسؤولية الحكومة الشرعية، لأن الحكومة الشرعية مسؤوليتها كل المدنيين في كل الأراضي اليمنية. لذلك لا يمكن أن يعني ننتظر من الميليشيات أن تصرف مرتبات الموظفين وهي تنهب المساعدات وتنهب الإيرادات، ونهبت الاحتياطي الكامل للبنك الذي كان يكفي الموظفين ل3 سنوات. الحكومة الشرعية أيضا بالمقابل كان لابد أن يكون هنا لديها حلول منذ أن تعينت حكومة من أجل رفض الاقتصاد، ومهمتها كله هو الاقتصاد ورفع معاناة المواطنين. لكن يبدو أن عند الذين إشكالية بموضوع يعني أن نحن أصبحنا يعني أمام إما يعني مجرم الحوثي وإما فساد في الشرعية. هناك يعني أبواب كثيرة وفرص كثيرة ومتاحة من أجل أيضا رفض إيرادات الدولة. لا بد من تطبيع الحياة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أيضا لا بد من تحريك كل الموانئ كل المطارات، لا بد أيضا من أيضا أن يكون هناك شفافية واضحة في الإيرادات وفي الصرف بالنسبة للحكومة الشرعية. المشكلة ليست في الأموال. ما هي الآلية الواضحة؟ ما هي الآلية برأيك؟ يعني أصبحت المرتبات صوتا يعني بيد المتصارعين، ويتضرر من ذلك الموظف. إذا كانت هي نفس الطريقة التي سيحكم بها الميليشيات، كانت تمنع المرتبات لأنها 50% من الوضع الإنساني. إذا صرفت المرتبات ربما سيذهب، وهي يعني تراهن على جوع المواطنين. أيضا الحكومة الشرعية يجب أن تعرف أنه أيضا المرتبات ممكن أن نحرر مناطق سيطرة الشرعية كاملة إذا تم صرف المرتبات فيها بدون أي قوة السلاح. يعني إذا كان موظف سيستلم من الشرعية وهو موجود في مناطق سيطرة الميليشيا، فهذا يعني سيحرر أكثر. إذا كانت وزارة العدل ما زالت تستلم من الشرعية، وأيضا وزارة الصحة تستلم من الشرعية في مناطق سيطرة الميليشيا. الحكومة الشرعية لديها مشكلة، لا يوجد آلية واضحة في رفض إيرادات الدولة، وأيضا شفافية في التوزيع، وأيضا مسألة مرتبات الموظفين كان هناك يعني إعلان أنه لا تستطيع أن تصرف المرتبات بالذات في ربما في 6 أشهر الماضية. إذا ماذا بقى لهذه الحكومة أو هذه الشرعية إذا لم تستطع أن تبسط سيطرتها وتطبع حياتها في مناطقها، وأيضا أن تحافظ على إيراداتها، وأن تكون هناك شفافية في المناصب وشفافية في التوزيع وصرف مرتبات الموظفين كأدنى يعني شيء ممكن أن تعمله هذه الحكومات. إذا استمرت في هذا الوضع ربما بعد أشهر ستذوب هذه الحكومة نعم، الشرعية، وستظل لدينا يعني دولة للحوثيين وفوضى في المناطق السيطرة الشرعية. أستاذ عرفات حمران، رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك.